النهارده اتصلت بالكابتن حماده قلت له تيجي، قال لك تمام ومضيت وكل لا حاجه انا خلصت. اعرف، انا علاقتي بالكابتن حماده وناس كتيره مستمره على طول، انا ما كلمتوش في اي حاجه. تمام. لكن هو عرفت ان هو وصل النهارده، هو جه النهارده، بس هو طبعا انا عارف ان هو كان عنده ظروف كده معينه ما كانتش مخلياه مستقر في الهلال، يعني ريت هو يكلمها احسن من، انا عارف الظروف وعارفها كويس قوي، بس انا ما اقدرش اتكلم بالنيابه عن الكابتن حماده. تمام. لكن هو يقدر يوضح الظروف ان هو ما كانش هيستمر، ما كانش قادر يستمر، هو كلم رئيس النادي قال له انا مش هقدر استمر تمام. ان انا اكون موجود في الهلال. خدت رسالتك؟ تمام. وعنده ظروف وظروف حقيقيه وظروف واضحه تمنعه نهائيا سواء متعاقد مع صنعاء او لم يتعاقد مع صنعاء تمام. ان هو يكون موجود في الهلال. وانا يعني حضرتك لو كلمت الكابتن حماده اكيد هو هيشرح لك تفصيليا، انا عارفها تمام. بس ادبيا والحفاظ على طبعا على كل تمام. شيء ان هو اللي يقولها، اسباب قويه يعني تمام. تمنع. هنكلمه دلوقتي عشان يعرف الاسباب دي. لما الموضوع يعني ليس سموحه ولا اي نادي مصري اخر له يعني له اي خصوصيه بهذه الاسباب التي تمنع استمراره او تواجده في السودان، وتاكدت ان هو مش هيقدر يكون موجود في السودان، تعاقدنا مع الكابتن حماده صبحي. تمام. لكن هو الكابتن حماده مش غريب عننا، ده كل اللي متعلمين طبعا، لما كسب ده النجم احسن مشوار التأخير. في تاريخ سموحه في الدوري كان في وجود الكابتن حماده صدقي كمدير فني. وهو بعد اذنك كان ليا الشرف ان سموحه وانا شخصيا اول واحد نختار الكابتن حماده مدير فني. مظبوط. وهو كان قاعد مع الكابتن شوقي غريب 3 سنين ونص. ايوه. وبعد كده الكابتن شوقي غريب راح منتخب مصر والكابتن حماده استمر معانا سنه ونص. فرج عامر رئيس مجلس اداره سموحه، باشمهندس فرج اهلا بيك مره ثانيه. باشمهندس فرج. ايوه معايا، سامعني يا باشمهندس. طيب ايوه بيتفضل. الكابتن حماده اتكلم على الظروف، حكى بعضها اللي خليته ان هو يمشي من نادي الهلال السوداني. الشرط الجزائي هو اللي بيقول ان هو اللي هيدفعه، لان هو ملاش علاقه خالص باداره سموحه. اكيد اكيد اكيد. هو زي ما قال لحضرتك، هو كابتن حماده يعني مش بعيد عن النادي، هو بيعتبر نادي سموحه ده يعني بيته. دايما انا ببقى عارف اخباره، زي ما قلت لسيادتك الناس اللي دربت معانا وقعدت معانا وبذلت مجهود وعملت نتائج احنا دايما بتواصل معاها، يعني لما بيجي رايح اي نادي انا بكون عارف يعني. انا كنت عارف ان هو مش مبسوط هناك، بس هو كان بيتمنى ان هو يكسب الماتش امبارح. وهو يعني هو في بالنا، او يعني احنا دايما لازم نفكر فيه مع تمام. الناس اللي قلت لحضرتك لنا تجارب معاهم، بس لما النهارده جه وعرفت ان هو مش هيرجع تاني السودان الموضوع تاكد. ايوه. انما كان كل اللي فات ده كان تكهنات بسبب ان الكابتن حماده صدقي من الناس القريبين جدا مني. أيوه. شخصيا ومن نادي سموحه. تمام. مين الجهاز المعاون للكابتن حماده صدقي؟ هو اللي اختار الجهاز المعاون ومعاه الاستاذ الكابتن احمد ناجي، احمد عبد الفتاح كمدرب برضه مساعد، ده اشتغل مدرب قبل عام. كده في سموحه، اشتغل قبل كده في سموحه مدرب عام. وفي خميس جعفر ده مدرب الشباب في سموحه. ايوه. هيكون موجود. وفي طبعا الكابتن احمد ناجي طبعا. تمام. انت عارف حضرتك ده مدرب المنتخب القومي لحراس المرمى. مظبوط. وطبعا وشخصيه جميله. وفي ديلوين ده هو راجل احمال بتاع اعداد بدني احمال انجليزي. برضه شخصية ممتازة جدا يعني، وراجل له تجربة جميلة ويعني هيكون إضافة كويسة قوي. هل في أي إضافات تانية من المصريين في الجهاز المعين ولا دي الأسماء لا الموجودة؟ الجهاز بقى عمرو إسماعيل والكابتن تمام حسين باري تمام مفيد والدكتور محمد عبد الجواد اللي هم الناس الموجودين يعني على طول، واشتغلوا مع الكابتن حمادة قبل كده، والكابتن عادل محجوب اشتغلوا مع الكابتن حمادة قبل كده في طول خلال تواجده، واشتغلوا طبعا مع الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، واشتغلوا مع الكابتن حلمي طولان، واشتغلوا مع كل الناس. انتهى مشوار الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن مع نادي سموحه، وعلاقه قويه جدا بتربط جدا حضرتك بالثنائي. طبعاً, طبعا طبعا. وكان بتقول ان في احتماليه للبقاء في ماتش النهارده، لكن في الاخر الماتش خلص تعادل. احنا كنا نتمنى يعني احنا حاولنا. خدت بس حاولنا يعني، هم لما الكابتن ابراهيم اتكلم وقال احنا قررنا ان احنا نمشي، وطبعا
يعني ما كانتش الاسباب مننا خالص، اه لكن هي رؤيه. فحاولت ان انا اخرت الاتفاق ده لمده يوم او 48 ساعه، لكن كان في اصرار من الكابتن حسام والكابتن ابراهيم ان هم خلاص يعني حاسين ان هم لازم يمشوا من النادي. هم تمام قعدوا سنه في النادي، مظبوط، عشان سنة برضه بالظبط. الناس اللي بتقول ايه سموحه بيغير، لا ده الانديه المصريه كلها اللي بتغير. صح. ده احنا ما كناش عايزين الكابتن حسام ولا الكابتن ابراهيم يمشوا من نادي سموحه، بالعكس تمام. ده احنا كنا عايزين ان هم يقعدوا مده طويله جدا. لكن طبعا انا ما اقدرش امنع العميد ولا الكابتن ابراهيم ان هم بقى لهم رؤيه، هم مش رايحين مظبوط. لا في دماغهم نادي ولا بيفضلوا بيننا وبين حد ولا، لكن ده قرار انا لازم احترمه تمام. بضغط، لكن في النهايه لازم اتقبل القرار. طيب، من يومين على لسان حضرتك كانت نسبة وصول صلاح محسن من الأهلي إلى سموحة 90%، هل زادت أو قلت النسبة؟ ما زالت موجوده، ما زالت آه، موجوده النسبه، ما زالت 90، موجوده النسبه، ممكن تكون زادت كمان بقت 95%. 95% في انتظار ال 5% المقبلة لإعلان انتقال صلاح محسن طبعا رسميا ده الكلام من ده بقى الأهلي لسموحة. احنا مستنيين بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن امير توفيق بصفه مدير الكوره ومدير التعاقدات، تمام. لكن احنا طلبنا وهم قالوا ما فيش مانع واللاعب قال ما فيش مانع، ونتمنى ان شاء الله يجي، لان طبعا هو راجل ان شاء الله من الناس اللي هتروح طوكيو، مظبوط. فنتمنى ان هو طبعا ومهم قوي ان هو ياخد فرصه ويلعب، وهو راجل واعد ومن احسن المهاجمين اللي في مصر، فمن حقه ان هو يلعب. وطبعا الاهلي مليان نجوم وهو نجم، لكن طبعا الاهلي مش هيقدر يلعب كل لعيبته، انت عارف حضرتك ده عنده ذخيره كبيره جدا.